Nejma. Nejma, la classe de la FM. بصح السوينغ ستيت اللي نسميوه نحن سوينغ ستيت اللي هو كيف ما لوهايو في امريكا هو بدون منازع في تونس الجمهورية كلها هي صفاقس. صفاقس هي اكثر منطقة عندها معناتها الكونتر باسكول، هي تمشي من شيرة تونس تمشي من شيرة، وكي تمشي من شيرة الاخرى تمشي من تونس كلها تمشي من شيرة. هما 10% من التوانسة لكن رأيهم هو اللي يغير الوضع. صفاقس الحقيقة عندها فترات وين فما أفوغي وفما فترات وين يصير هكا الإحباط ويصير وخاصة الشؤون تهم الاقتصاد. صفاقس هي كل ما يهم الاقتصاد تلقاها هي وقت فما انسداد اقتصادي تحس أنه صفاقس الإحباط يكتسحها وترخ وتولي محافظة أكثر وترجع لفوندامونتو نتاعها. هي بطبيعة الحال محافظة، صفاقس محافظة بطبيعة الحال، كل المؤشرات تاعنا تدل أن صفاقس محافظة، عائلة خدمة عندها قيم محافظة، لكن تكبش أكثر في المحافظة نتاعها وقت لي تصير أزمات ووقتها تولي الهوية تغلب. وذاك علاش اللي يبيع الهوية أكثر تمشي معاه وقت الأزمات صفاقس. فما مناطق أخرى يهمها أكثر الوضع الأمني وخاصة العلاقة مع الإرهاب. كيم الغلو باغادوكس هو شمال الغربي أكثر واحد معناتها عنده معناتها حساسية مع الإرهاب أكثر منه الجنوب الشرقي، لأنه وإلا حتى الوسط الغربي اللي فيهم أكثر لأنهم متعاملين معاه يوميا. فما حميمية مع وضع إرهاب أو تعاطي يعني تعاطي أولادهم وسلعتهم وتهريب وإرهاب، وهذا كله شكشوكة تخلي أنه ما همش خايفين منه. الإرهاب هو موجود معناتها واقع يتعاملوا معه. نجمة نجمة لا كلاس دو لا FM.